عليكم متتبعين الكرام. في هذا الفيديو أحببت أن أشارككم طريقتي في تحضير العسل في المنزل، طريقة جد سهلة وفي متناول الجميع. بالنسبة للمقادير، نحتاج إلى كيلوغرامين من السكر، إلى نصف حامضة مقطعة شرائح، لتر من الماء، وكمون السمات استعملت الزعتر والقرنفل والخليل من حبوب الشاي. في طنجرة نضع السكر، ويمكن استعمال أي نوع من السكر، فمثلا السكر مربعات وكذلك السكر قالب. نضيف إليه الماء حتى يذوب وقطع الحامض، كذلك المنسمات بعد جمعها جيدا في قماش وحزمها. نخلط الكل جيدا حتى يذوب السكر كليا على نار مرتفعة إلى أن يصل إلى درجة الغليان. بعد الغليان نخفض الحرارة إلى المتوسط ونتركه ينضج لمدة نصف ساعة إلى 35 دقيقة كحد أقصى. بعد مرور 30 دقيقة يكون هذا الشكل النهائي للعسل. ما زال ساخنا لكنه أصبح جاهزا. نتركه حتى يبرد جيدا، ويمكن هنا تركه ليلة كاملة يرتاح كليا. بعد ذلك يمكن استعماله في جميع الحلويات وبالخصوص المعسلات الرمضانية. بعد مرور ليلة كاملة أصبح العسل على هذا الشكل. إذا كان ثقيلا قليلا يمكن إضافة إليه القليل من الماء وإرجاعه على النار لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق، ممكن إلى 5 دقائق. أما إذا كان ما زال سائلا يمكن في هذه الحالة إضافة إليه 5 دقائق من الطهي. أما إذا تبعتم الخطوات بالتدقيق فقد تحصلون على النتيجة المطلوبة كما حصلت عليها أنا هنا. كما تلاحظون العسل جيد ورائحته زكية بفضل المنسمات التي استعملت هنا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر لايك أو جيم، ولتتبع جديدي على القناة المرجو الضغط على الزر الأحمر صابوني أو سبسكرايب الموجود تحت الفيديو. ولكم مني أطيب التحيات، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.